باهي انت تحبيني ولا لا؟ بالطبيعة مش كون عندي. قداش مرة نقول لك عربية فك عليك منها الزطلة؟ أنا كنت نشايش ياسر بيت ما نرقدش وبطلت وقلت فك عليك عاش بنتي. باكي شفتي صار فيك، نسيتي الضرب اللي ضربه لك هما في المنطقة؟ لا ما نسيت. خيش نسيتي هذاك؟ ما لقيت الجهد باش نجم نشكي به مراه. شكون اللي ضربها؟ حتى كان شدوها على سطلهم حتى واحد ما عنده حق باش يضربها. ضربوها سي عليه قتلوها قتلين. ما عندهمش حق. قتلوها قتلين وحرقوها بالدخان سي عليه. شديت في قضية زطلهم ما عندهمش حق يضربوك. لا ما يضربك حد. تعترف تكيفت ما تكيفتش فما تحليل. باش يحط عليك يديك ما عندوش حق. حتى بالدخان حرقوها بالدخان. صحيح هذا؟ نتاع شماتها سي عليه. وين هذا؟ اي لهنا طحات راس صغيرة لهنا. ما خلوا ما عملوا فيه الضرب اللي كلت ويه عمره ما صار. ليه قبل راه قال قبل قبل ما تقبل ولا وقتها قبل الثورة؟ عن سبع سنين. ليه بعد الثورة؟ بعد الثورة ما بعد الثورة بعد الثورة ما عندهمش شي عليه أو شي. ما عندهمش نتعارك أنا وياهم. اي تفضل. ما لقيتش كاش نعمل مش نولي نولي نعمل حاجات ماشي باهي ندخل أنا للحبس. يا خي نرضى بنتي يضربني يعاون باللي يعاون هو ولا ما يكون ما يساعدنيش يضرب لي بنته عندي قانوني يمشي به ما يضربليش بنتي. انت بوك وصل يبكي وقت نجوك الحبس انا وبوك. كل مره نوح سي بوك يبكي ونقول لك يا عربيه سامحني ونقول لك يا عربيه شوفي دموع بوك في راجل شوفي دموع بوك في جر السيجار يا عربيه قول لها في جر السيجار وبوك راجل يا عربيه كذبت علينا عربي امي حكمتني انا عليه صرفت عليها 5 ملايين سلفتهم تو مزيان الراجل يحب مني مليون ونص حتمت ما نجمتش باش نخلص حتمتنا امي نحن كذبت علينا عربيه ما تقوليش حتمتنا ام سامحني يا انا ما رجعتش بوك مكتوب امك تنوح عليك انت بوك مكتوب هذاك ربي يهنيه علاش جات اليوم باش تنتقم منك مش اول مره مش اول مره تطلق ولا اخر مره تطلق أمك كان جات ما تحبكش ما تجيب لك ما تجيبكش لنا سي علي.